أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله الذين جاءوا بالإفك
عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به
عِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بها سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإن
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وليغفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله.